كلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 66 رات تيرير، كلب من اسمه بتعرف انه صياد، وهي اهم وظائفه اللي هو نفسه بيعشقها. فحتلاقيه بصحى من الصبح وبيضل في مهمة صيد ما بتنتهي. من اسمه بيصيد راتس، وهي الجردان الكبيرة، وبيصيد السناجب وكمان الثعابين، وبيصيد الطيور، وبيصيد اي شيء بيتحرك. بيفكر حاله كلب كبير، فلو شاف شيء كبير فحيحاول يصيده لانه مش واعي على حجمه. فلو عندك مزرعة فجيب لك كم من رات تيرير ينظفوها بشكل دوري، لانه واحد ما بيكفي. هذول بيحبوا يكونوا في جماعة، وجيب معاهم كلب كبير عشان يحميهم لما يكون في خطر من ذيب او من قط كبير. بيستعمل حاسة الشم بمهارة، فبيقدر يتبع اي حيوان صغير مر من فترة قليلة. لكن لو هذا الحيوان الصغير مر قبل 3 ايام مش حيقدر يمسك ريحته. لكن ليش ما تربيه؟ بصراحة ما في اسباب كثيرة تمنعك انك ما تربيه، لكنه هو ما بيحب الشخص الكسول وما بيحب يكون بدون شغلة. فما تشتريه لو كنت ساكن في شقة، وما تشتريه اذا ما بتمارس اي نوع من الرياضات مثل المشي، الركض او اي شيء فيه حركة. ما تشتريه اذا حتكون دفش معاه، ما تخليه يتعلق فيك، لانه اول ما يصح له يشرد منك عمرك في حياتك ما راح تشوفه. وما بيحبوا البرد، بيحبوا الجو الدافي. ممكن يعضوا الغرباء في محاولة انهم ينقذوا صاحبهم من خطر مش موجود اساسا. فهون كلب صغير حيسبب لك مشاكل كبيرة. ما بيحب اي حدا يمسك اذانهم، فلو عندك اطفال لازم تعلمهم ما يقربوا عليه. اصلا هو بشكل عام ما بيحب الاطفال. ذكي وعنيد، وتدريبه بيحتاج وقت بدون عقاب. ممنوع تعاقبه لو غلط، لانه حيزعل وحيعرف انه الشغله اللي سواها ضايقتك انت، فرح يعيدها ويزيدها. وهذا اللي ضل كلبي في مرارتنا. لا يا عمي سيبك منه، مش لازم تربيه.